وضع ابني صعب جدا، يتغير اليوم، يتغير الدم، جسمه لا يستقبل الماء، عنده ألم في خواصره. يوم من محكمة الاستئناف، رغم أنها ارتفضت الاستئناف، القاضي ترك المحكمة وتدخل في شغلة إضرابه. قال له أنا مستعد أوديك على المستشفى الآن تأخذ مداعمات. قال له أنا ما بدي مداعمات، أنا خواصري متعباتني من قلة المية والكلى، بدي تأخذني على مستشفى تعالجني. قال له علاج ما في، اللغة هذه علاج ما في، بترجع على زنزانتك على برشك، لما توافق تأخذ مداعمات. هذا أسلوب محكمة، هذه وسائل الضغط. احنا اليوم بنحكي خليل في اليوم 53 للاضراب عن الطعام، وضعه الصحي جدا حرج، بيعاني من صداع شديد، الم في الخواصر، عدا عن ذلك اللي هو بيعاني من وجود غضاريف في الرقبه والام في الظهر مسبقا قبل الاضراب، فما بالك عندما يكون يعني مضرب، فهذا زاد الوضع سوء. لكل حر وشريف ولكل مؤسسه حقوقيه او منظمه زي الصليب الاحمر، مؤسسه الضمير، مؤسسه حريات، كل هذه المؤسسات لها دور في إنقاذ حياة زوجي من الخطر المحدق اللي أصبح يعني يهدد حياته. ما ننتظر حتى يعني يصل خليل لمرحلة الموت من أجل أن تتدخل هذه المؤسسات الحقوقية وهذه المنظمات الإنسانية. نحن اليوم بحاجة لتدخل هذه المؤسسات من أجل إنقاذ حياة خليل. خليل ليس في سباق مع الزمن من أجل تحطيم أرقام قياسية في الإضراب، خاض هذا الإضراب من أجل هدف معين، فياريت الكل يتدخل من أجل إنقاذ حياته.